السلام عليكم مشاهدين القناة، مرحبا بكم البنات. الفيديو جديد اليوم ان شاء الله. كديرين لاباس عليكم؟ كلشي بخير هانين. نتمنى هذا الروتين ان شاء الله يعجبكم. غنشارك معكم روتين من الصباح حتى العشيه مع الطويجين، كيشهي خفيف ظريف. دابا انا في السطاح شفت شي حوايج اللي ما عجبتنيش. بعض الناس كما كتسمعوا معايا خرجوا، الناس عياو كما كنعرفوا جميع، كاين اللي عنده الكرا، كاين اللي عنده الوليدات الله يحسن العوان. هذا الشيء كلشي ماشي سهل، شفناه وحسينا به وقدرناه، غير خصنا نصبروا شويه، نزيدوا نصبروا شي شويه. ما بقى قد ما فات، الحمد لله ما بقى والو، نخرجوا ان شاء الله. وإلا خرجنا ان شاء الله نخرجوا بخير وعلى خير، نرجعوا لحياتنا الطبيعيه بخير وعلى خير. الا بقينا دايرين احتياطاتنا وما نديروش بحال بعض العيالات اللي مشاو دابا للبحر يتبحروا، راه هذا الشيء خطر عليكم على ولادكم. اش من تبحي راه غتبحرش، من جوا غتبدلوا الا جبتوا معكم المرضى لوليداتكم وعائلتكم. هذا الشيء ماشي معقول. شفنا الناس غاديين دايخين ما عرفت مالهم باش يتبحروا، الا كان غير واحد فيهم مريض راه غادي عادي كلشي. الله يهديهم ويبقوا في ديورهم حتى يترفع الحجر، وإلا ترفع الحجر إن شاء الله نخرجوا باحتياطاتنا بالكمامات وما نسلموا مع حد وما ندخلوش للزحامات، نديروا جميع احتياطات ديالنا. وإلا جينا للدار نعقمو، إلا شرينا شي حاجة نعقموها، نكونوا واعيين شوية، نكونوا عقلانيين شوية، ما نطهوروش ما نلعبوش بأرواحنا وأرواح ولادنا. الحمد لله ما بقى قد ما فات، ان شاء الله يا ربي يرفع علينا هاد الوباء، نرجعوا لحياتنا الطبيعيه ان شاء الله بخير وعلى خير. خصنا غير نصبروا شي شويه ونعاونوا الناس اللي كيجريوا ليل نهار وسهرانين على قبلنا على قبل سلامه صحتنا، الله يجازيهم بخير. وشكر لجميع الناس سواء الصحه النظافه الامن، كنشكرهم كاملين الله يجازيهم بخير، كيغامروا بحياتهم بصحتهم على قبل صحتنا. نقدروهم شويه ونصبروا شي شويه حتى حنا نعاونوهم، ما نديروش هاد الهبال هذا، نجيو غير هكا كنخرجوا، راه هادشي ماشي معقول. والحمد لله الله يحفظ الجميع، الله يحفظنا ويحفظكم ويحفظ جميع المسلمين. خصنا غير شي شويه ديال الصبر وان شاء الله ما يكون غير خير، الله ما غاديش يخيبنا والله يحفظنا ان شاء الله يا ربي. دابا يا البنات دخلت من السطح، غادي نبدا على بركه الله بسم الله. غادي نوجد الطويجين هنايا، درت الحينه الزيت الروميه شويه ديال الملح شويه الحرقام شويه ديال السنجبير وشويه البزار، غادي ندير شويه البصله معاهم، غنخليهم يتشحروا شي شويه كما كنديروا دائما. طويجين مغربي على حقو وطريقو ان شاء الله، غادي نخليها تشحر شي شويه ومن بعد غادي نزيد البصله والجلبانه وغادي نغطي عليها ان شاء الله طيب طويجن خفيف. وبعد ما تشحرت الحيمه غادي نضيف البصله وغنضيف الجلبانه وغندير شويه ديال البزار من الفوق وشويه ديال المليحه والقزبور، القزبور اللي كيعطي واحد اللذه زوينه للطاجين. وغادي نغطي عليه ان شاء الله حتى يطيب. وغادي نوجد معكم شويه ديال الباذنجان، غادي نقليه قضيوه خفيفه ان شاء الله. نتمنى بنات هذا الروتين يعجبكم، ولا عجبكم الفيديو بارطاجيوه مع احبابكم وصحابكم كدعم ليا فضلا ليس امر. وشكرا لكم على التعليق الرائعه ديالكم وكلامكم الزوين وعلى النصائح ديالكم اللي على راسي وعينيا، وشكرا لكم على دعمكم ليا، الله يوفق الجميع ان شاء الله. وها هو الطويجين واجد، الغديوه ديالنا واجده الحمد لله، اللهم ديمها نعمه واحفظها من الزوال. وبعد ما تغدينا وارتحيت شي شويه وجدت هاد الدونيت الكوتي، الوليدات كيعجبهم، كيعجب الكبار والصغار، كيجي رائع. المذاق ديالو لذيذ وهكا كنديروا ليه الشكلاط من فوق الا بغينا، ولا غير سنيد هكا كما درت ليه. كيوجد دغيا ما كياخذش وقت كثير، فايت لي شاركت معكم الطريقه والمكونات في الفيديو السابق في القناه، كيجي رائع، كنوجدوه دغيا، كيعجب كما قلت الكبار والصغار. هكا كنديروا ليه الشوكولات من فوق ولا سنيده على حسب الذوق، كل واحد الذوق ديالو. والحمد لله دابا غادي نديروا الكوتي وغادي نمشي ان شاء الله نسيق معكم السطاح، نسقي الوريضات
وفرجة ممتعة. ودابا جيت نسيق معكم السطاح، نجمع شي شوية هاد الروينه ونسقي هاد الوريضات ونسيق هنايا، وهانتوما معايا ان شاء الله. كنتمنى لكم فرجة ممتعة. ودابا الحمد لله ساليت، كما كتشوفوا معايا السطح نقي ما شاء الله. اجيو تشوفوا معايا النعناع ما شاء الله، ها هي بدات كتكبر. وهنايا هاد الوريضه سبحان الله، شوفوا معايا كي ولات سبحان الله، شتو خرجه فيها شي حاجه سبحان الله. وهنايا كاينه مطيشه شويه كبرت شويه اللي زرعت معكم، ها هي كما كتشوفوا معايا، ما خليوهاش لي الطيور ديما يقطعوها ليا. ايوا ان شاء الله يا ربي تصدق وتكبر ان شاء الله، نديروا منها ان شاء الله شي طويجين.
كنتمنى البنات يعجبكم هذا الروتين ولا يعجبكم بارطاجيو مع احبابكم وصحابكم كدعمني فضل نيس امر. وشكرا لكم على المشاهده وعلى التعليق الرائعه باش كتفرحيني دائما وشجعوني بلايك. والى اللقاء في الفيديو المقبل وروتين جديد. كنتمنى انكم استمتعتوا معايا بهذا الجو ديال السطاح وغروب الشمس، منظر زوين والاصوات ديال العصافير. الحمد لله الجو في السطاح زوين في هاد الوقيته، هنايا الناس كيطلعوا بزاف في السطاح وكيخليو الوليدات هكا يلعبوا في الجو زوين، والحمد لله اللهم لك الحمد. الى اللقاء في الفيديو المقبل ان شاء الله.